وعليكم السلام. بنكمل معاكم السيرة والمسيرة، بنستعرض بعض المواقف هنقول عليها ايه بالنسبة لك انت كمشاهد، كواحد ممكن تطبق ده اكيد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني اللي موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن دلينا عشان يبقى منهج حياة. ده عشان نقول وعليكم السلام من رسول السلام صلى الله عليه وسلم. الحلقة دي عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخترع فريق ثالث، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. هو لوحده كده راح طالع بفريق، وكان له طبعا أصحاب له والطرف الثالث اللي عليكم دور عليه بقى ده المنافقين اللي هم ضيعونا قبل وبعد وإن كان النفاق أشد كفرا. فهذا الرجل اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين، خاض في مشكلات عديدة وذكر في القرآن أكثر من مشكلة خاصة به هو شخصيا، يعني هو الذي قاد، يعني ده يعني ايه بيقولوا عليه سوابق، رأس المنافقين وسوابق في في في, في النفاق. رجع بأصحابه في غزوة بدر، أول غزوة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب بها أهل الكفر والعناد، رجع هذا المنافق بأصحابه وخذل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى النفاق، ان يبقى عندك عدد عامل حسابك انك مثلا معاك 500، هو خد 85 تقريبا، لكن الله نصر نبيه بهذا العدد القليل في هذه الغزوه، لانه انت تنصر الله ينصركم. نعم نعم. فحصل ان هو سحب اللي كانوا معاه، سحب اللي كانوا معاه ورجع، وده اول موقف من مواقف عبد الله بن ابي. ثانيا كان هو راس الافعى في حديث الافك الذي يعني هو اول المتكلمين وخاض وفي هذا الكلام، حديث الإفك اللي هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي اتهمت كذبا وزورا وجاءت البراءة من فوق سبع سماوات، جاءت براءتها من الله السلام. إذا المنافقين هم اللي مضيعين بلادنا، هم اللي بيتفقوا مع برا قبل ما يتفق جوه، ويقول لك أنا معاك ومع طرف تاني. وهنا يعني لازم نتبين وتعرف مين اللي معاك وتعمل صدق للنوايا. هنا الإخلاص، هنا تبقى صف واحد، هنا تلفظ اللي هم نص نص، لا هو معاك ولا هو عليك، وهنا بتيجي الهزيمة. إليكم السلام السلام السلام، منا اسمه السلام السلام السلام، من محمد عليه الصلاة والسلام. السلام حتى لو في فتنة وطلع شائعة ربنا برأ ستنا عائشة، عائشة من فوق سبع سماوات. لكن الحدث الـ 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 الأعظم من كده كمان، هذا الرجل في غزوة بني المصطلق لما عادوا قافلين كان قد قال كلمة سجلها القرآن وصدقها القرآن، ولكن على عكس ما كان يتمنى هذا المنافق، قال ما نحن والمسلمين إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. يعني احنا فتحنا لهم الباب بتاع المدينة ودخلوا، فدلوقتي هم ايه فرد عليه احد المنافقين التانيين اللي زي وقد فعلوها، فراح قال ايه هو بقى، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدا ابدا القرآن سجل كده، ولكن سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. فقام سيدنا عمر وقال يا رسول الله دعني أن آتيك برأس هذا الرجل. علم من؟ علم عبد الله بن عبد الله بن أبي بما حدث من أبيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا بقتل عبد الله فمرني أنا آتيك برأسه، حتى لأنه هو كان بر جدا بأبيه، بس مش عاوز حد غيره يقتل ابوه علشان ما يبقاش ينظر لقاتل ابيه كده تاخد الحميه يقتل حد مؤمن بمنافق بكافر. ده بر بقى، ودي الموالاه لله السلام والموالاه لرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، دي الموالاه الحقيقيه. ومع ذلك ماذا رد نبي السلام على هذا الولد؟ قال له لا بل نحسن صحبته ما بقي معنا، وحتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لم ينف عنه الصحبه. يا سلام، ما انا كنت اسال حضرتك ليه سيدنا محمد سابه في موقف واثنين وثلاثه، لم ينفع عنه الصحبه، بل عند موته طلب عبد الله بن ابي المنافق طلب البرد،
قميص النبي صلى الله عليه وسلم انه يتكفن فيه، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. اي سلام هذا، واي امان هذا، واي رحمه هذه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك موقف عظيم جدا حدث ايضا من ابن هذا المنافق، وكان صحابيا مواليا لله ولرسوله. وهم راجعين الامور ما عدتش معاه برضو كده عبور عادي ابدا، وقف على باب المدينه، وانت على علم بان المدن زمان كان لها ابواب والناس تدخل باب كده، باب زويله، باب الخلق، على باب مدن القاهره. فوقف على باب المدينه عبد الله بن عبد الله واستل سيفه وجعل الناس يمرون من تحت السيف. فلما جاء دور ابيه ليدخل قال له توقف. فابوه بص للابن كده قال له ويحك، مالك، في ايه؟ سيبني ادخل زي ما الناس دخلت. قال لا، والله لا تجوز حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو العزيز وانت الذليل. رد عليه بقى بالقول بالآية القرآنية. فهو العزيز وانت الذليل، اقف مكانك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه عبد الله بن ابي ما يفعله الابن، قال له دعه يمر، يعني سيبه يدخل. فقال الولد لابيه اما وقد اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجز الان ادخل. هنا بقى درس الالتزام. الله اكبر. الالتزام حتى والإيمان. لو كان ابيك. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم الى اخر الايه. سلام مع النفس وسلام مع الله وسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبقى عارف ان ده منافق وعارف ان ده بيعمل كده وده بيعمل كده، بس كان بيسامح، كان يقول لعل وعسى يكون في نيته حاجة خير. ده بيدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وان المفروض ان احنا يعني نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كل الكلام ده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيربينا ان احنا نكون متسامحين، وان احنا ما يبقاش عندنا ان احنا مثلا ننتقم مثلا او ان احنا نحاسب، لا، الحساب عند ربنا. احنا مطلوب مننا ان احنا ندعي للتسامح وان احنا نكون متسامحين بيننا وبين بعض، عشان المجتمع يبقى منتشر فيه المحبة وما يبقاش منتشر فيه العداوة بشكل كبير. يعني فهذا هو ديننا وتلك هي عقيدتنا. جماعة اللي بينادوا ويتشدقوا بأن الإسلام دين الدم ودين السيف ودين القتل ودين يدعو إلى الحرق، لا، ديننا دين عفو، دين تسامح مع كل، وبقولها بكل صراحة، مع كل الأديان حتى مع غير المسلمين. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. من الناس؟ كل الأديان. قال الله عز وجل شهر رمضان، وإحنا في شهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمين؟ للناس. انظر، فسيدنا النبي عفى عن المنافقين، مات عبد الله بن ابي بن سلول، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طب يدعي عليه رسول الله دعوه، يعني يدعو دعوه ودعوه النبي مستجابه. فجاء ولده الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ابي فارق الحياه، مات وهو راس النفاق ويعني ومبشر بالنار في القران. الا ان الولد عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، وده شيء عجيب، كان الاب راس النفاق وكان الولد اقرب الناس الى قلب رسول الله. شوف الشيء العجيب. فقال له ماذا تريد يا عبد الله؟ قال له اريد قميصك وكفن فيه ابي. لو واحد مكان النبي كان قال له كمان، انا عفيت عنه وهو حي، بعد ما مات خلاص ربنا يتولاه. لو واحد مكان النبي ما كانش اعطاه القميص، ولكن بكل بساطه خلع رسول الله قميصه واعطاه لعبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول وكفن فيه والده. واذ بعد ما كفن عبد الله يجي يقول له يا رسول الله تعالى فصلي على ابي. من يقف في وجه سيدنا النبي بقى؟ الفاروق. يقول له يا رسول الله لا لا، ما ينفعش تصلي عليه يا عمر. يقول له لا، ده رجل آذانا وكان منافقا وآذاك وسبك في عرضك. فإذ بسيدنا عمر يقف، ينزل جبريل يؤيد رأي عمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فسيدنا النبي قال خلاص، طالما منعت من الصلاة أقف على القبر. فسيدنا عمر وقف ضد النبي، يا رسول الله لا تقم على قبره إنه منافق. يا عمر، نزل جبريل ينهي القضية، انظر، ولا تقم على قبره. فلما دفن والعياذ بالله، إذ بالنبي يقول أدعو له لعل الله يغفر له. فعمر ينهي النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل ينهي القضية، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. تصور أن سيدنا النبي يجي يقول لو علمت أنني لو زدت على 70 لغفر الله له لزدت عن 70. أي دين هذا وأي نبي هذا؟ هذا هو محمد، هذا هو نبي الرحمة، نبينا نبي رحمة، وقرآننا قرآن رحمة، وديننا دين رحمة، وربنا هو الرحمن الرحيم. والذي يفهم غير ذلك يبقى فهمه خاطئ وهو السلوك خاطئ. ديننا دين العفو، ونحن في أيام العفو، حتى الدعاء بتاع ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فسيدنا النبي عفى عن المنافق،
الذي بشر بالنار ألم يأل لنا أن نعفو كل منا عن أخيه، نعفو عن بعض، نسامح بعض، نصفح بعض، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. السلام السلام من النهاردة في أمريكا من أشهر لاعبي كرة السلة في أمريكا كريم عبد الجبار، اللي طوله 215 سنتيمتر، اللي دخل الإسلام وقدم صورة طيبة، صورة جميلة، صورة سمحة عن الحب، عن السلام، عن الإسلام، واتكلم في كل المحطات عن بعض الاضطهاد اللي موجود في فرنسا واللي شافه بعينه، وبيدعو للإسلام بكل حب. من النهاردة اللي عاوزين نقابله، اللي نفسنا نشوفه في فيلم وثائقي عن الحب، عن الإسلام، عن السلام، كريم عبد الجبار. سؤال النهاردة بيقول: متى نزل القرآن الكريم؟ في منتصف شعبان، في ليلة القدر، في 27 رجب. وعليكم السلام. واللحظات دي بتبقى مؤثرة لأنه فيها الحب كله والجمال كله للرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هتقول له إيه؟ لو أنت شايف حضرته دلوقتي هتقول له إيه؟ هتقول له إيه شيء؟ موقف رهيب. يعني أنا أتخيل لو أني في مقابلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، أطلب منه العفو والصفح صلى الله عليه وسلم، وأن يسامح هذه الأمة على ما صدر منها أو على صدر من بعضها. أقول له: يا رسول الله، عذرا عذرا يا رسول الله، لقد بدلنا كثيرا وغيرنا كثيرا وخنا كثيرا من الأمانة التي أمنا عليها في ديننا وفي دنيانا، يعني أطعناك قولا ولم نطعك فعلا، الكثير منا يطبق كلامك قولا ولا يطبقه فعلا، وهذا يتنافى مع إيمانك ومع وصاياك العظيمة التي تركتها فينا، كما ذكرت لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية: كتاب الله وعترتي، وعترتي أي آل بيتي، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حباهم الله وحمتهم مصر من كيد أعدائهم في أوقاتهم، جاءوا إلى مصر ورحبت بهم مصر وامتلأت بهم الديار في مصر حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الذين قال الله فيهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي. يا لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا ولي. ما لنا إلاك يا رب البكي، فاكشف البلوى وسامح بالنبي. إليكم السلام السلام السلام، للناس السلام السلام.